مرحبا بكم من جديد. اذا في حكايتنا بالنسبه لليله زوز صيادله عرسوا في مصر. بدايه كانت قصه حب، لكن سريعا باش يكتشفوا انهم ما يهمش متفاهمين مع بعضهم من العام الاول، ولكن مع ذلك عرسوا عاودوا طلقوا طلقوا عرسوا 3 مرات. من بعد باش يقرر الزوج ولا انه يعرس بزوجة ثانية في مصر. بو مرته الاولى غضب غضبا شديدا وقرر الانتقام، لكن وقتها ولا ما كانش يعرف بهالتليفون اللي صار ما بينات بو ريما هذه مرته الاولى ورجل اخته ساره، ومشى باش يطل على ولده ومرته الاولى في دارهم، في داره هو، يعني دار تنساش اللي هو شراها في مصر وتسكن فيها توا مرته وولده. على كل حال باش يعطيهم مصروفهم باش يخلص الكراهيه باش كذا. وصل تاريخ 19 سبتمبر 2022 اللي هو نفس التاريخ اللي باش يروح فيه كان للسعوديه، بما انه خذا 3 ايام جا فيهم وعلى اساس باش يرجع للسعوديه نهارتها. ولا عدا نهار مع ريما ويونس ولده، خرجوا حوسوا، ومن بعد طلبت منه ريما وقت اللي وصلهم للدار قالت له يطلع افطر وعدي شويه وقت مع ولدك في الدار، سورتو توا معناها باش تمشي تسافر. بون هو ما كانش من العكسي وطلع، طلع للدار هو يلعب مع ولده، فجاه باب الدار باش يتيح. شكون قال ريما هكا بتبسيمة خفيفة في وجهها مشيت للباب عادي جدا، حلت الباب 5 أشخاص واقفين قدام الباب: الدكتور حمدي بوها، الدكتور علي خوها، المهندس محمد خوها الآخر، وزوز أصحابهم. ولا ما فهم شيء وفهم كل شيء، جماعة هذوما جايين ناوين له على عملة من شكلهم دايور، فهم اللي هما مش ناوين على خير جملة. أول حاجة عملها ادخل للبيت وسكر على روحه الباب، وجبت تليفون، تليفونه اللي باش يبعث عليه جملة من الرسائل متاع الاستغاثة، باش يبعث رسائل لأخته سارة شو تطلب منها انها تكلم مركز شرطة حلوان باش ينقذوه. كما تشوفوا في الرسالة اللي قدامكم، ولاقى لخته اللي أسرة ريما هدوا عليه للدار ومعاهم بلطجية باندية كما نقولوا احنا، وبل انه باش ينحيوا له باسبور و و و. اخته سارة في الاول ما استوعبتش كلامه، واش متى هدوا عليه للدار واش متى هو، معناها ما فهمتش شنو صاير له بالضبط. ولا بعد ما بعث رسالة لأخته بدأ يبعث في ميساجات على واتساب. أولا عندهم جروب في العمارة هذه متاع المتساكنين متاع الجروب، بعث رسالة في المتساكنين متاع الجروب رسالة استغاثة، شوفها معايا هذه الرسالة اللي يقول فيها: يا جماعة جوني بلطجية للدار أنقذوني. وقفوا معايا الرسالة اللي شافوها البعض من الجيران، وفعلا مشاو لداره باش يشوفوا إيش فما وشنية اللي صاير لجارهم. هما وصلوا للباب وبداوا يدقوا: يا دكتور يا دكتور، ويعيطوا له الدكتور. يا اخي خرج لهم الدكتور الاخر، دكتور حمدي بو البنية، قال لهم من فضلكم حد ما يتدخل، هذه مشكلة عائلية ونفضوا فيها، لا بلطجية ولا هم يحزنون، كل واحد يتلهى في روحه يعيشكم ويشد داره. سارة أخت ولا كانت خايفة برشا على خوها، لكن مش عارفة مسيكنا شنو تعمل، كانت تبعث له في الميساجات ورا بعضهم وهو ساعات يجاوبها وساعات لا. على كل حال في رسالة باش يبعثها زاد لصاحبه قال أنه جابوا له أوراق وأجبروه يصحح عليهم، وهو مش عارف أشنية هي هالأوراق بالضبط، ومن بعد نقول لك عليها شنية. بالطبيعة جابوا له اوراق باش يصح عليهم، خاطر نجموا يدخلوا له للبيت وهو خرج لهم البيت، وعلى اساس في باله توا باش يبداو يتفاوضوا شويه. يا
أخي المفاوضات مش تكون عسيرة. على كل حال بعد شوية يجي اتصال لريم زوجة ولاء الثانية باش يقولها فيه أنها طالق. ظاهر من صوته أنه قاعد يتكلم تحت التهديد، أنه جماعة طلبوا منه يطلب مرته ويقولها اللي هو طلقها. بعدها الجيران بدأوا يسمعوا في صوت صياح وعياط وضرب. ظهر أن ولاء كان يتعرض لعنف شديد. في الوقت هذا عيلته، أخته اللي نجمة تتواصل مع بقية أفراد عيلته، أم وأبوه، بدأوا يتصلوا بالشرطة، لكن مش عارفين شنو يعملوا ومش عارفين شنو اللي صاير ولدهم بالضبط. هي حركة عادية ولا شنو اللي قاعد صاير؟ لكن رغم اتصالاتهم المتكررة، الحقيقة الشرطة آخر همها معناتها عركة عائلية ما بينات زوز عائلات. أم ولا تفكرت أنه عندها نومرو تليفون متاع حارس العمارة، حاسيل وكلمته وطلبت منه يطلع لدار ولدها، قالت له حاول تشوف شنو هو الحكاية وخرج لي الوليد بأي طريقة. سي الحارس اطلع وبدا يسيح ويعيط قدام الباب وحاول يكلم الناس اللي في الدار وقال لهم يا ولادي جاوبوني وسمعوني صوت الطفل وشنو حكاية الضرب هذا والتكسير شنو عملتوا للراس. حاسيلو اكلات بعضها، لكنه مش يعاود يكلم ام ولا ويقول لها راو سمعت اللي فما حس وراو فما ما يظهر اعتداء وراو يضربوا في الدكتور وكذا. ولكن الجيران عاودوا طلعوا مره اخرى لدار ولا، لكن كيف كيف ما حللهم حد الباب وهما ما دخلوش عنوه للباب، ولكنهم هما زاد اتصلوا بالشرطه. والشرطه وينك في سابع نومه زالت ما هيش لهنا. بداوا يحسوا الناس كل انه فما حاجة خطيرة ياسر تنجم تصير في وسط الدار. بداوا يدقوا على الباب يحاولوا يدخلوا للدار، هما كيكا وسمعوا صوت ضربة قوية. كيف طلوا فهموا اللي ولا زايد هو اللي طاح من داره، طاح من البركون. خرجوا الجيران يجريوا هزوه وطاروا به للسبيطار، لكن ولا مات أول ما وصل للمستشفى. ريما وعيلتها قعدوا يفطروا في الدار. ولدها يونس كان يشوف في تفاصيل المشهد الكل اللي صار البوه. المستشفى بالوقت بالطبيعة باش يبلغوا الشرطة، وتوا عاد الشرطة جاو كي ولات فما جريمة وسمعوا شهادات الجيران. باش يمشيو لدار ولا اللي دونك باش يلقاوهم غادي، وقالوا باش يلقاو أسرة ريما غادي، اللي قالوا للشرطة أنه ولا يعاني من مشاكل نفسية. قالوا لهم صحيح راهو بيناتنا خلاف عائلي، لكن احنا كنا نتفاوضوا معاه في إطار معناتها ديمقراطية. خي فجأة دخل في حالة هستيرية ورانا حاولنا نهديه وهرا. يا أخي فجأة مشي يجري 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 ورمي روحه من البركون. الجيران قالوا هذه رواية كاذبة، وقالوا لهما حاولوا يدخلوا للدار وحاولوا ينقذوه واتصلوا بالشرطة وسمعوا الصياح وسمعوا الضرب، ولكن ما فما حتى حد خليهم يدخلوا للدار. محقين ما كانش عندهم الكثير من الحلول غير أنهم يحاولوا يسمعوا شهادة يونس الوليد الصغير اللي كان حاضر على اليسار البوه. والحقيقة يونس رغم صغر سنه إلا أنه باش يفهموا منه اللي بوه تضرب واللي هو شاف صاحب خاله هز بوه طيشه من البركون. يتحفظوا المحقين زاد على تليفونات كل الموجودين في دار ولا وقتها وتليفون ولا زاد، وبدأ التحقيق باش يشوفوا رسائل ولا اللي كان يستغيث فيها ويطلب في المساعدة.
أما في تليفون ريما فبش يلقاوها بعثة مقطع فيديو لأمها. أمها قالت لها بعث لي فيديو فيه ولاه وهو قاعدين تفرحوا به. وبالفعل المقطع الفيديو موجود وهما يضربوا فيه. تقرير الطب الشرعي أثبت أن ولاه تعرض لعنف كبير قبل الوفاة، وأن هالعنف هذا ظاهر على جثته أصلا حتى بعد الوفاة. المحققين فهموا أن حالة ولاء النفسية جيدة، بل ربما جيدة جدا، ومن خلال جملة المعطيات المتوفرة مستحيل يفكر في الانتحار كما قالوا الجماعة. السيد عنده تذكرة باش يسافر بها للسعودية بعد سويعات، وما زال معرس كاتب الصديق عنده نهارين على مرته الثانية، حاليش باش ينتحر. المفاجأة اللي توصلت لها الشرطة بعد ما حلوا الكتاب على حياة هالكوبل التعيس هذا، باش يكتشفوا أنه الحكاية قديمة وأنه الخلاف قديم، ولكن كان متخبي تحت الطاولة السبب الحقيقي للطلاق الأول اللي منه بدأت المشاكل الكل. ولا اكتشف خيانة ريماء ليه، الحاجة اللي لمح بها حتى لأمه وهو يحكي لها علاش طلقها، لكنه عمره ما حكى بصفة صريحة، ومن وقتها مشكل عمره ما وفى. بعد احتجاز المتهمين أو إيقافهم أو حبسهم لمدة سنة، يعني ريما بوها وأخوتها الزوز وأصحابهم الزوز اللي كانوا مصرين على سيناريو أنهم حبوا يهددوه صحيح، أنهم ضربوه صحيح، ولكن عمرهم ما قتلوه، وبش يقولوا اللي هو اللي رمى روح، ويصرون على ذلك، وقالوا ربما خاف هو من الضرب يخير ما روحه. الحقيقة هذه المرة تفاجأت بالحكم الصادر في مصر، متعودين عند الخيان في مصر أحكام أكثر جرأة وقسوة. ما فهمتش علاش سيتم الحكم على ريما بوها خويتها زوج بالسجن 15 سنة بين ظفرين فقط. أما أصحاب خويتها الزوز اللي منهم شكون قال مثلا لوليد اللي هو طيش ولا باش يتحكم عليهم بالسجن مدة 5 سنوات فقط. مع ذلك عيلة ريماء طعنوا في الحكم ونظر فيه مجددا، ونهار 12 ماي 2024 صدر الحكم الاستئنافي واللي أيد الحكم الأول. علاش 15 سنة؟ ربما كمحاولة للفهم أنه بالنسبة للمحكمة ما عندهمش يقيناً يقيناً يقيناً، راو خاطر قتلك ديما، راو رد بالك، راو اللي في المتفرج فارس، يلزم القاضي عنده يقيناً أنهم هما لوحوه. ربما ربما القاضي ما عندوش هذا اليقين، وفما شك 1% أنه يكون هو لوح روحه، فبالتالي حكم عليهم بهذه السنوات فقط. ونقول ربما هذا اللي عنا من تفاصيل هذا الملف. نستنى تعليقكم على هذا الملف وكل اللي كنتوا تسمعوا فيه، ومنه نمشي زادة للتعليق متاعكم اللي جينا في مختلف الحلقات متاع المحقق. تعليق اللي جينا المرة هذه على القضايا العالمية، وين تقول أمال كان من يشغالت أنا يلفت انتباهي أكثر القضايا العالمية ويبهتني أحكامها في مثل هذه الجرائم. شكرا حمزة، طريقة سرد رائعة جدا، مدمنة على المحقق، ولست من شعب المحقق فقط، مرحبا بك بكافة شعب المحقق، بقية شعب المحقق ذا بيا. تقولوا لي وانتوما زادة شنية أفضل أنواع الإنتاجات متاع المحقق اللي تفضلوها، أكثر نمشيو في إنتاج القضايا العالمية، أكثر
في إنتاج القضايا العربية. نعرف اللي فيكم اللي ديما يقولون إنتاج ما لم يعرض من قبل واللي هي القضايا التونسية، وقلت لكم كذا مرة نرانا إن شاء الله سنعود لها، ولكنها هي فعلا القضايا الأصعب لأنه البحث عليها ثم كتابتها ثم الحصول على الأحكام فيها الباتة. الأوضاع الصعبة ياسر في تونس للحصول على مثل هذا النوع من الأحكام، عكس كما تشوفوا الخدمة أسهل بياسر على قضايا جينا من الخارج، أصعب بياسر على قضايا محكومة ومسكرة وأمورها واضحة في تونس، أمور أصعب شوية. ولكن مع ذلك سنعود لهذه القضايا، وهذا وعد سنتعليقكم على جملة هذه الإنتاجات. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.